قبل ما اقول ستارلينج قال ايه، انا عايزكم تركزوا معايا على رسمه مهمه جدا في جسم الانسان. دي المريء ودي المعده وده الاثنى عشر ودي الامعاء الدقيقه، وهنا يقيم الكبد وهنا ينقص البنكرياس. انت دي طبعا هنا في حاجه اسمها الطحال مش قصتنا دلوقتي. طيب هنا المراره بتاعتنا ودي القناه المراريه بتصب افرازها هنا، وهنا طبعا ده الكبد. ركز معايا، ستارلينج ده قال ايه؟ قال اني وجد ان البنكرياس ليه انبوبه ايه؟ بيفرز عصارته البنكرياسيه في الاثنى عشر هنا. قال لك انا عايز اعرف هو مين اللي بيتحكم في افراز البنكرياس لعصارته البنكرياسيه؟ يعني مين اللي بيقول له طلع عصارتك؟ قال اكيد الجهاز العصبي، احنا كلنا متفقين ان الجهاز العصبي هو اللي بيتحكم في القصه دي. فراح قطع الاتصال العصبي عن البنكرياس وجرب نشوف هل عصارته تطلع ولا لا. خلى الشخص ياكل، فمجرد ما وصل الاكل الى الاثنى عشر هنا ده الاكل، وصل الاكل الى الاثنى عشر ده الفود، وصل الاثنى عشر وجد ان البنكرياس برضو بعد ما قطع الاتصال العصبي عنه طلع عصارته البنكرياسيه. طب يا بنكرياس مين اللي قال لك ان الاكل وصل؟ فاللي قال للبنكرياس هو الغشاء المبطن للاثنى عشر اتاريه. الغشاء ده بيطلع هرمونات تنزل في الدم تمشي في الدم لحد ما تروح للبنكرياس هذه الهرمونات عن طريق الدم وتقول للبنكرياس الحق ده الاكل جه صب عصارتك البنكرياسيه. يعني معنى ذلك اللي انا عايز اساله دلوقتي، مين اللي بيتحكم في افراز عصير البنكرياس؟ يا ترى الجهاز العصبي ولا الجهاز الهرموني بتاعنا ده اللي هو هنعرفه جهاز الغدد الصماء؟ ها مين اللي قال لك الاثنين؟ لانه قال ايه؟ عند قطع الاتصال العصبي وجد ان البنكرياس يفرز عصارته البنكرياسيه ايضا. يعني ايه ايضا؟ يعني حتى لما قطعنا الاتصال العصبي برضه بيفرز. يعني معنى ذلك الجهاز العصبي هو اللي كان بيتحكم والجهاز الهرموني هو اللي بيتحكم، يعني الاثنين بيتحكموا فيه. يبقى تاني الاكل اهو، ايه اللي خلى ده يطلع عصيره؟ في هرمون طلع من الغشاء المبطن الاثنى عشر نزل في الدم مشي في الدم راح للبنكرياس قال له خلي بالك الاكل وصل فطلع عصارتك البنكرياسيه. طبعا راح افكركم انا ايه العصاره البنكرياسيه او ايه اهم حاجات فيها تخصنا. فاكرين العصاره البنكرياسيه لما درستوها كان فيها بيكربونات صوديوم ان ايه اتش سي او 3 وفيها انزيم اسمه لايبيز. اللايبيز ده بتاع الدهون، فاكرين اللايبيز؟ طيب العصاره البنكرياسيه دي قلويه ولا حمضيه؟ مش ده بيكربونات صوديوم، ده قلوي صح؟ طبعا ده بيعادل حموضه مين؟ المعده فيها حمض اسمه اتش سي ال، اما البنكرياس فيه بيكربونات صوديوم، يعني ده قلوي اما المعده حمضي، فكده في معادله لحموضه المعده. طيب يبقى ده تاني العصاره البنكرياسيه دي مين اللي خلاها تخرج او مين اللي خلاها تطلع؟ هرمونات. طلع منين الهرمونات؟ من الاثنى عشر، في هرمونات طلعت مشيت في الدم راحت للبنكرياس قالت له طلع عصارتك البنكرياسيه، فصب البنكرياس عصير اهو، صب العصير بتاعه. يا ترى ايه فائده العصير بتاع البنكرياس؟ اولا اهم حاجه اللايبيز ده في هضم الدهون. طب تعالوا ناخد رحله الدهون. انت اكلت شويه زيت مثلا، الزيت ده دهون، مين اللي بيبدا يهضم لك الزيت ده؟ يجي على الزيت اول حاجه العصاره الصفراويه، عصاره صفراويه تنزل على الدهون دي تحولها الى مستحلب دهني. هل كده اتهضم الدهون؟ يعني هل كده انت راضي؟ ذاتس انف، هذا كافي بالنسبه لك الدهون اتهضمت؟ لا، انت لازم توصل للصوره الاوليه اللي هي اسمها ايه؟ احماض دهنيه. فبعد شويه المستحلب الدهني ده عن طريق اللايبيز، اللايبيز يتحول الى احماض دهنيه. يعني انت لو ذكي وشاطر تقول على فكره كده الدهون شارك في هضمها حاجتين، العصاره الصفراويه واللايبيز. اللايبيز ده من ضمن العصاره البنكرياسيه، العصاره الصفراويه دي طالعه من الكبد. يبقى تاني دي قصه انت خدتها قبل كده انا برجعها لك اهو. يبقى تاني احنا عندنا اكتشاف الهرمونات، في واحد اسمه كلود برنارد بالكاف قال ان الكبد افرازه الداخلي سكر، يعني بيصب سكره في الدم، اما افرازه الخارجي اللي في انبوبه هو الصفرة. وعرفنا الصفرة دي ايه فايدتها؟ تحويل الدهون الى مستحلب دهني. طيب يا سيدي تحب تعرف الهرمونات بتاعت الاثنى عشر اللي طلعت دي وراحت قالت للبنكرياس؟ دول المفروض ناخدهم قدام، بس اسمع اسمهم مره وافتكرهم بعدين. واحد اسمه سكرتين والتاني كولي سيس 2
كاينين، كل سيستو كاينين وسكرتين، واحد كل ويسكر، كل ويسكر، كل سيستو كاينين وسكرتين، دول طلعوا من الاثنى عشر مشيوا في الدم راحوا البنكرياس. طبعا انا بعد شويه هديكم معلومات اشد وبره المنهج شويه، واقول لك ان الهرمون بيطلع في الوريد، ينزل في الوريد ويروح للقلب، والقلب يضخ في شريان عشان يروح المكان اللي هيشتغل فيه. يعني اللي طلع من الاثنى عشر ونزلوا في وريد، والوريد بيوديهم للقلب، وبعد ما راحوا من القلب القلب يوديهم للبنكرياس. يعني ما رطوش كده، ما راحوش على طول مره واحده، يعني ما نزلوش من هنا لهنا، لا نزلوا في الدم. لان اي هرمون هنعرف ان ده افراز داخلي، يعني داخلي لازم ينزل فين؟ في الدم مباشره. ده اكتشاف الهرمونات. اخر حاجه الدراسات الحديثه، عملوا دراسات كتير لحد ما اكتشف وظائف الهرمونات وخصائصها، ودول اللي هندرسهم بعد شويه. احنا عندنا عالمين شاطرين جدا نحب نشكرهم، واحد اسمه كلود برنار والتاني اسمه ستارلينج. كلود بالكاف اتكلم على الكبد، اما ستارلينج بالسين اتكلم على البنكرياس. قال لك ان البنكرياس يفرز عصارته الهاضمه فور وصول الاكل للاثنى عشر، حتى بعد قطع الاتصال العصبي ايضا، بعد ما قطع الاتصال العصبي عنه. يعني معنى ذلك انت تستنتج البنكرياس مسيطر عليه جهاز الغدد الصماء اللي هو الهرمونات، ومسيطر عليه الجهاز العصبي. عشان كده اهم جهازين في جسمنا جهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء.